من القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهبي. كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، للعالم الدكتور جمال حمدان. تتألف من نطاقي الحجر الطباشيري الكريتاسي والحجر الجيري الأيوسيني معا، لذا تمتد امتدادا شاسعا من عروض فنية قنا إلى عروض رأس الدلتا تقريبا، محققة شكل مربع منتظم إلى حد ما، يحتل قلب الصحراء الغربية ويخرج منه لسانان، واحد عريض في الجنوب الشرقي غرب النوبة، والثاني يحدده خط كونتور 200 متر ويندفع كالقاطع نحو الشمال الشرقي، وهو أبعد امتدادا ويبدو أكثر عرضا، ولكنه يضيق بالتدريج حتى ينتهي كالمثلث المسحوب قرب رأس الدلتا. متوسط ارتفاع الهضبة 200 إلى 300 متر، لكنها تتفاوت حوله كثيرا محليا وإقليميا، والانحدار العام إلى الشمال بالطبع، لكن بروز اللسان القاطع وسطها يعقد الانحدار نسبيا، فهو يكاد يشطر جسم الهضبة إلى قطاعين أقل ارتفاعا، أحدهما في الشرق ينحدر تدريجيا إلى وادي النيل، والثاني غربا نحو الحدود، ويحمل أساسا بحر الرمال العظيم حتى منخفض القطارة. الواقع أن هذا القاطع يبدو كطية محدبة شاسعة الامتداد تعلو وسط الهضبة، وتتفق في جزء كبير منها مع محدب البحرية أبو رواش الشهير، والمحدب يمكن بسهولة أن يعد بمثابة الظهرة الواضحة لشمال الصحراء الغربية، شيء أقل من عمود فقري وأكثر من مجرد خط تضاريسي موجب. بهذا كله فإن الهضبة ككل مثلما هي أحدث عمرا وأكثر تنوعا في بنيتها، فإنها أكثر تدرسا في سطحها، كما تحمل معظم تكاوين الصحراء الغربية الرملية سواء من بحار أو خطوط رمال، مما يزيد مورفولوجيتها وملامحها تنوعا بدرجة أو بأخرى. وبينما تتركز التكوينات الرملية أكثر ما تتركز في القطاع الغربي من الهضبة، تتركز مظاهر التعرية السطحية من أودية وتلال في حافتها الشرقية تجاه وادي النيل. وأخيرا فلعل الهضبة الوسطى بموقعها الداخلي وامتدادها الشاسع هي أجف أجزاء الصحراء الغربية وأفقرها في موارد المياه، فلنحو 800 كيلو متر طولا و300 كيلو متر عرضا جنوب سيوة وغرب الفرافرة لا توجد نقطة ماء واحدة، إذ تختفي الآبار والينابيع تماما. تفصيلا يمكننا أن نركز على القطاع الشرقي من الهضبة بصفة عامة، ثم بصفة خاصة على ركنيه الجنوبي في قطاع نجع حمادي سوهاج، والشمالي في قطاع أبو رواش. ففي انحدارها نحو النيل تتدرج الهضبة في عدد من سطوح التعرية التي تشي بمراحل متعددة من دورات التعرية في ظل ظروف مناخية مختلفة، وتبدو بقايا هذه السطوح
على شكل حافات عديدة تمتد أحيانا لمسافات كبيرة وتقع على مستويات متتابعة تبدأ من سقف الهضبة العالي وتنتهي بالصحراء الواطئة غرب وادي النيل، وعادة ما يبلغ فارق الكنتور بينها عدة عشرات من الأمتار. على الكل تنتشر آثار التعرية الانتخابية في محيط الجير، حقول البطيخ الصخري، الخرافيش، الكهوف إلى آخره، مما يضاعف من تضاريس السطح الثانوية. الركن الجنوبي الشرقي. ثم أخيرا تنتهي أقدام الهضبة غرب الوادي لعدد من الخلجان أو التخلجات الأرضية، عادة تقترب فيها من حدود الزراعة برؤوس بارزة مدببة، ثم تبتعد عنها في أقواس نصف دائرية أو متعرجة. من هذه الخلجان في قطاع نجع حمادي سوهاج خليجة ثمهود وجرجة، وأجزاء كبيرة منهما يغطيها حطام الرواسب البليوسينية النيلية، بينما تتوسطهما تدفقات من الترافرتين والتروفة تبدو كخطوط من الحافات القاتمة اللون انبثقت أصلا. هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عادل هاشم. أعزائي المستمعين، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة عبقرية المكان، للعالم الكبير الدكتور جمال حمدان. لمشروع شق قناة من البحر المتوسط إلى المنخفض مزايا جانبية هامة، فمن مياه بحيرة القطارة المالحة الجديدة يقترح البعض استخلاص عناصر عديدة قيمة للصناعة كأملاح البوتاسيوم والصوديوم والبروم والمغنيسيوم، فضلا عن ركاز الذهب والفضة بكميات اقتصادية ومجزية للغاية. وآخرون يقترحون من جهة أخرى تركيب محطات ضخمة على نهاية القناة أو بداية المنخفض لتحلية أو تعذيب المياه المتدفقة إليه، وبذلك يتحول إلى بحيرة داخلية عذبة لا ملحة، وعليها يمكن التوسع الزراعي البعيد المدى حول المنخفض وعلى منحدراته. وفي كل الحالات فإن بحيرة القطارة الصناعية الداخلية الجديدة ستكون تغييرا أساسيا في اللاندسكيب الطبيعي بشمال الصحراء الغربية، وثورة جذرية في اللاندسكيب الحضاري للساحل الشمالي الغربي أو مرمريكا مريوط. فهذه البحيرة الشاسعة المساحة ستكون بمثابة خليج صناعي جديد في البحر المتوسط، وتكاد بذلك تخلق ساحلا جديدا للبحر. وكالمعهود يتنبأ البعض بأنها ستغير المناخ الإقليمي أو المحلي للمنطقة نحو درجة أقل من الصحراوية وأكثر من الرطوبة، بل يتصور البعض شرقها نطاقا جديدا من الاستبس الخفيف يصلح للرعي وتربية الحيوان إلى آخره. وإذا كان البعض يرفض هذه النبوءات المتطوحة، فإن البعض الآخر يحذر من أنها على العكس قد تصيب بالخلل نظام المطر في شمال وغرب الدلتا. وعلى أي حال، مطر أو لا مطر، فإن المشروع سيخلق نواة من العمران في عمق الصحراء وعلى تخومها، فخطته
تشتمل على إنشاء 7 مدن جديدة في حوض القطارة، وعلى الجملة فبه يتحول القطارة من منخفض غائر جاف ميت إلى شيء أقرب ما يكون إلى البحر الميت المجاور، إلا أنه حي إلى أبعد حد بالطاقة والصناعة والعمران. بصيغة أخرى، سيتحول المنخفض من مجرد ثاقب جيولوجي إلى أثمن عائد تكنولوجي. مشروع القطارة. أما على المستوى العملي فإن المشكلة الملحة هي أولا تطهير المنطقة من حقل الألغام الكثيف الذي كانته أيام الحرب الثانية، ثم ثانيا تحديد وسيلة شق نفق القناة، بالتفجير العادي التقليدي أم النووي النظيف. ولكل مزايا وعيوبه، فالأخير أسرع وأرخص، لكن أخطاره الإشعاعية واردة في بعض الآراء المختصة. وفيما عدا هذا فإن إمكانية المشروع وجدواه الاقتصادية ليس موضع شك، ولسوف يكون المشروع بالنسبة للصحراء الغربية كالسد العالي لوادي النيل نفسه، وبالنسبة لغرب الدلتا كقناة السويس لشرق الدلتا. في كلمة، إنه مشروع القرن 21 بامتياز. وادي النطرون. مثلما ننظر إلى القمر، قد يكون من الأفضل أن ننظر إلى وادي النطرون كالجانب الذي يرى عادة أو يرى أكثر من منخفض ثنائي أو زوجي طولي صغير، كما هو ضحل نسبيا يقع تحت مستوى سطح البحر ويقبع على الضلوع الغربية البعيدة لدلتا النيل، وعلى محور شمالي غربي جنوبي شرقي وسط المسافة، وعلى الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية. فلئن كان وادي النطرون هناك هو الأشهر فإنه ليس الأوحد، فإلى الخلف منه متواريا وموازيا له واد آخر يقع مثله تحت مستوى سطح البحر، لا يفصلهما إلا حافة ضيقة متوسطة الارتفاع، ولذا يكاد يقع في ظله جغرافيا كما هو شهرة، في حين يحتكر الأول دائرة الضوء. ذلك هو الوادي الفارغ الذي تصوره البعض حينا ما وهما من أساطير الصحراء، ومده البعض غربا حتى برقة، ربما تحت تأثير قربه من درب الحج القديم إلى المغرب، بينما ربطه البعض الآخر عشوائيا بالبحر بلا ماء الشهير في الصحراء الغربية والذي لا يقل خرافة. وإذا كان قد ثبت زيف هذه الأساطير، فقد ثبت أيضا أن الوادي الفارغ حقيقة علمية، إلا أنها محلية بحتة ومن مقياس متواضع للغاية. النطرون والفارغ. على أن الواديين بمزيد من الدقة لا يتجاوران ولا يتوازيان تماما وكلية، وإنما جزئيا وإلى حد ما، كما أنهما أميل إلى المحور غرب الشمال الغربي وشرق الجنوب الشرقي. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عادل هاشم، مع تحيات طارق عبد. هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. Mm-hmm.
يقرأها اليوم؟ عادل هاشم. أعزائي المستمعين، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة عبقرية المكان، للعالم الكبير الدكتور جمال حمدان. أرض المنخفض الذي حفر خلال البلايستوشين والحديد في طبقات الميوسين الأفقية اللينة تتفاوت بين الحجر الجيري وبين الصلصال والحصى والرمال، يضاف إليها السبخات الملحية المستنقعية التي تغطي مساحة ضخمة منه. ولكن المهم أن هناك تتابعا نطاقيا وترتيبا جغرافيا خاصا في مكونات القاع بين جانبيه الشمالي والجنوبي. فعند أقدام الحافة الشمالية مباشرة وبطولها نطاق عظيم من الجلاميد والصخور، وخاصة كسر الصخور والفتات المتساقطة جميعها من تعرية الحافة. ثم يلي نطاق أعظم اتساعا وعرضا وعمقا من السبخات، يرتبط معظمه بأعماق المنخفض الشديدة وإن لم يكن بالضرورة بأعمقها. فهذه تحتكرها عادة تكوينات الصلصال. وبينما تسيطر السبخات على الشق الغربي تقريبا من المنخفض، يسود الحصى الشق الشرقي بعامة، صحراء وأسطح رق يعني. وأخيرا على أقصى الهوامش الشرقية من المنخفض يترك الحصى مكانه للرمال التي تتوزع في كثبان طولية في الاتجاه التقليدي، صحراء عرق يعني. ومن الواضح أن للتعرية الهوائية التي تسود المنخفض وللرياح باتجاهها المعروف دورها الواضح في فرز وترتيب مكونات ومواد التعرية من الأثقل إلى الأخف ومن التعرية إلى الإرساب ابتداء من الحافة الشمالية إلى الحدود الجنوبية. عن البيئة، القطارة بعد حوض بلا ماء. حقا يمتاز قاع المنخفض بالرطوبة التي تستمد أساسا من مياه الخراسان النوبي الباطنية، وهي تظهر على شكل بقع ملحية وفي الأغلب على شكل السبخات المالحة التي تغطي سطحها كنتيجة البخر الشديد، قشرة ملحية صلبة براقة بقدر ما هي خوانة، والتي تغطي وحدها نحو ربع مساحة المنخفض. كذلك فربما عرف المنخفض بحيرة في مرحلة من مراحل تكوينه. مع ذلك كله فإن موارد المياه الصالحة فاقدة تماما، فيما عدا واحة المغرة التي تميل مياهها إلى الملوحة ويتكاثر عليها بعوض الملاريا، ثم واحة القارة حيث المياه قليلة جدا. وعلى أطراف المنخفض بعض عيون وآبار مثل عين تبغبغ في الجنوب الغربي وبئر أبو الغراديق في الشمال الشرقي، ولكنها محدودة القيمة، ولذا كان القطارة خاليا من العمران تماما. إنه كما قد نقول وادي الموت الأكبر في الصحراء الغربية. وأخيرا فإن شدة الانحدار وانتشار السبخات الزلقة والرمال المتحركة تؤدي إلى صعوبة وخطورة الحركة والانتقال في المنخفض. حتى لقد كان الظن تقليديا حتى أيام الحرب الثانية والعالمين أنه غير قابل للعبور على الإطلاق. ومع ذلك فهناك بعض طرق تخفض المنخفض على امتداد الأرض الصلبة فيه. كذلك فإن المنخفض قد عبرته منذ ذلك الوقت قوافل شركات البترول في كل الاتجاهات مرات لا حصر لها. ومع ظهور البترول حول المنخفض وحين يتحقق مشروع الكهرباء العظيم به، لن تتغير فقط كل الجغرافيا الطبيعية والبشرية لشمال الصحراء الغربية، ولكن المنخفض نفسه
سوف يتحول من وادي الموت إلى بحيرة الحياة. هيكل المشروع العظيم الذي يقرن ويقارن في ضخامته وخطره بشق قناة السويس في القرن الماضي وببناء السد العالي حديثا، هو شق قناة من البحر المتوسط إلى المنخفض لتحويله إلى بحيرة داخلية يسقط إليها الماء باستمرار على شكل شلال جبار يولد الكهرباء من خلال مجموعة من التوربينات الضخمة. القناة طولها 76 كيلومتر، تجتاز عنق هضبة الرويشات العلمين في أضيق وأنسب مقاطعها، وتمر في قطاع منها خلال نفق محفور في جوفها. عمود السقوط المخطط ارتفاعه 130 مترا، يضبط معدل تدفق مياه البحر في المنخفض بالنسبة إلى فاقد البخر، بحيث يحافظ على مدى السقوط هذا باستمرار. طاقة الكهرباء المولدة تبلغ 2.5 مليار كيلو وات ساعة، أي نحو الثلث من طاقة السد العالي حاليا أو من استهلاك مصر الراهن، وبذلك يتدعم رصيد مصر من الطاقة. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عادل هاشم، مع تحيات طارق عبد. هنا القاهرة، النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عادل هاشم. أعزائي المستمعين، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، للعالم الكبير الدكتور جمال حمدان. شكل القطارة المتميز أميل إلى التقوس على محور عرضي أميل إلى القاطع، ورقعته غير المنتظمة أميل إلى المثلث. رأسه مسحوب ضيق في الشمال وقاعدته العريضة في الجنوب، وهو في مجموعه أشبه شيء بالبوق أو القرن. والواقع أن حدود المنخفض الشمالية والغربية تكاد ترسم قوسا مديدا مثير الانتظام من دائرة مركزها منطقة علم الغرد في منتصف المسافة بين واحة سترة والبحرية، ونصف قطرها حوالي 200 كيلو متر بالضبط، أقصى طوله نحو 300 كيلو متر، وأقصى عرضه نحو 150 كيلو متر، ومجموع مساحته نحو 20,000 كيلو متر مربع، أي نحو مساحة الدلتا أو ثلث مساحة سيناء. رقعة المنخفض كلها تحت مستوى سطح البحر، ولكن متوسطها العام يدور حول 50 مترا ومعظمها دون ذلك، بينما تصل أخفض نقطة به في أقصى الجنوب الغربي إلى 134 مترا. ومعنى هذا أن عمق القطارة تحت مستوى البحر يكاد يساوي وحده مجموع أعماق المنخفضات الأربعة الأخرى.
الواقعة دون مستوى البحر، وهي سيوة والنطرون والفيوم والريان، والبالغ 150 مترا. والواقع أن عمق القطارة يعادل أكثر من ضعف عمق الريان أو عمق الفيوم نحو 3 الأمثال، أو عمق النطرون بين 5 إلى 6 الأمثال، أو سيوة نحو 100 من الأمثال. الحافة العظمى، أبرز معالم المنخفض ومن أبرز حافات الصحراء الغربية جميعا حافته الشمالية أو الشمالية الغربية بالأحرى، هي بعينها الحافة الجنوبية للهضبة الكبرى في الشمال، وهي التي بقوسيتها الإنسيابية النادرة المثال قد حددت تقوس المنخفض العام. ويرجع هذا التقوس أساسا إلى أن طبقة التكوينات الصخرية الميوسينية التي حفر فيها والتي تعرف هنا بتكوينات مرمريكا تزداد سمكا وبالتالي صلابة كلما اتجهنا من الشرق إلى الغرب، ولهذا كانت عملية النحت والتعرية أسهل وأسرع وأعمق في الشرق عنها في الغرب. فتراجعت حافة المنخفض بشدة أكثر نحو الشمال في القطاع الشرقي، بينما ظلت صامدة متقدمة نحو الجنوب أكثر في القطاع الغربي، حتى إذا ما وصلنا في أقصى الغرب إلى البرزخ الأرضي المتقدم الذي يفصل القطار عن سيوة بلغ سمك تلك التكوينات أقصاه بالفعل. ترتفع الحافة نحو 350 مترا فوق سطح البحر، وهي أعلى ما تكون في قطاعها الشمالي أو الشرقي، وتميل إلى الانخفاض نوعا في قطاعها الغربي أو الجنوبي. تهوي من حالق كالحائط العمودي حيث يبلغ مجموع السقوط من 400 إلى 450 مترا في مدى كيلو مترات معدودة، ولذا يصعب اجتيازها حتى على الأقدام. ولولا أن أعلى قطاع بالحافة وهو الشمالي لا يتفق في موقعه مع أخفض قطاع في المنخفض وهو الجنوب الغربي لزاد مدى الانحدار عن ذلك كثيرا، لكنه يكفي مع ذلك لكي يوضح شدة العمق على الجانب الغربي من المنخفض. وعلى هذا الجانب أيضا يلتحم بالحافة منخفضان ضئيلان في أقصى الغرب والشرق، هما واحة قارة، قارة أم الصغير غير بعيد عن أخفض نقطة في القطارة، وواحة مغرة عند طرفه النهائي في أقصى الشمال الشرقي تجاه البحر وجنوب العلمين. على العكس من هذا الجانب المقابل في الجنوب والشرق لا حافة تقريبا، والمنخفض مفتوح يتدرج وئيدا إلى مستوى سطح الصحراء. كذلك فإن حدود المنخفض الشرقية على النقيض من الغربية شديدة التعرج والتخلج، كثيرة النتوءات والانثناءات، إنها جانب أرساب بكل وضوح، حيث الحافة الشمالية الغربية جانب تعرية بكل قوة، وفي الجنوب والجنوب الشرقي تتكاثر المنخفضات الصغيرة التي تبدو كالتوابع حول المنخفض الكبير منفصلة أحيانا ونسبة متصلة أحيانا. وأهم هذه المنخفضات التوابع في أقصى الجنوب سترة والبحرين ونوميسة والواطية والعرق. قاع المنخفض، وكما في سيوة ولكن على نطاق هائل ومع الفوارق المحلية، يتحدد تكوين أرض القطارة من الداخل بهذا التناقض الحاد بين المنحدرات الشمالية والجنوبية. فأرض المنخفض الذي حفر خلال البلايوستيسين والحديث في طبقات الميوسين الأفقية اللينة تتفاوت بين الحجر الجيري وبين الصلصال والحصى والرمال. غدا نستكمل القراءة في
النص الأصلي. قرأه اليوم عادل هاشم. مع تحيات طارق عطا. هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهب. مستمعين الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، للعالم الدكتور جمال حمدان. خلال التاريخ الجيولوجي المعقد الذي تحول به التركيب من التواء محدب إلى منخفض مجوف، سواء بالعوامل الباطنية أو الهوائية منفردة أو مجتمعة، أدت ضغوط الشد ثم انفراجها إلى حدوث انكسارات عديدة تتعامد على امتداد محور التركيب ضاربة نحو شرق الجنوب الشرقي. أهم هذه واحد يخترق الواحة عبر جبل الهفوف، وآخر في فتحة المنخفض الشمالية عند نقب غرابي، كما أن الحافة الشرقية للمنخفض محددة بانكسار. المهم أن هذه الانكسارات إذ صدعت التركيب المحدب ومزقت سطحه الأيوسيني كانت إشارة البدء لعوامل التعرية بالهجوم عليه لحته وخفضه. بعدئذ تحول المنخفض في الأوليغوسين كما يرى بيدنل إلى بحيرة شاسعة تفترش أرضه جميعا، بينما تشخص فيها أعاليه كأرخبيل من الجزر البحيرية، هي كوكبة جبال الواحة الحالية بعد أن جفت البحيرة. هذه البحيرة لم تكن داخلية مغلقة، وإنما كانت جزءا من النظام النهري الأوليغوسيني الذي اقترحه بيدنل بادئا من أومارا بالواحة البحرية ثم بقارة الحمرة في طريقه ليصب في الفيوم. وقد بنى بيدنل نظريته جزئيا على أساس أن جبل غرابي كقارة الحمرة يتكون كلاهما من رواسب بحيرية أوليغوسينية، غير أن البحث الحديث أثبت من دراسة الحفريات أن جبل غرابي ليس أوليغوسينيا وإنما أيوسيني. ولذا فإن نظرية بيدنل عن البحيرة الأوليغوسينية تحتاج إلى تعديل مثلما يحتاج كل مسار نهره الفيومي. وعلى أي حال، بحيرة أو لا بحيرة، فقد تكفلت التعرية الهوائية في الزمن الرابع بقلب وجه المحدب القديم إلى مقعر حديث هو منخفض الواحة الحالي. الحافة الحلقية. فيزيوغرافيا البساطة تغلب على الحافة الشرقية، فهي شبه منتظمة في تقوساتها المديدة المعتدلة القليلة، وشكلها العام يذكر بالساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية، إلا من اختلال وتشوه ملحوظ في النسب. على انتظامها لا تخلو الحافة من بعض الانقطاع، خاصة في الشمال إزاء منطقة عين جليت، وفي الجنوب إزاء منطقة عين الحيز.
ليتولوجيا يسود معظم سطح الحافة الحجر الجيري الأيوسيني الذي يمتد نطاقه إلى الشرق منها جميعا. الحافة الغربية على العكس تماما يغلب عليها التخلج الشديد المعقد في خلجان بارزة نصف دائرية وطولية وألسنة ورؤوس غائرة، كما تختلف التكوينات الجيولوجية على قطاعاتها المختلفة، فلا تقل تعقيدا من الناحية الجيولوجية عنها من الناحية التضاريسية. فالزائدة الضيقة بأقصى الطرف الشمالي حوافها منخفضة وأقل انحدارا مما يسود جنوبها، وإليها يتدرج قاع المنخفض بتؤدة مما يسهل الحركة. ولذا تتجمع معظم الطرق التي تربط البحرية بالنيل في هذا المهبط الميسور، ومنها تمرق خلال نقب غرابي في أقصى الشمال الشرقي. بعد الزائدة تتقوس الحافة الغربية في خليج نصف دائري كبير ينتهي بعد نحو 25 كيلومترا برأس غائر إزاء منطقة القصر، وهنا تصل الحافة إلى أعلى ارتفاع لها في كل حائط الواحة، حيث يصل إلى 175 مترا فوق مستوى أرض المنخفض. إلى الجنوب يعقب هذا الخليج نصف الدائري خليج ضيق متطاول كاللسان، يعود فينتهي برأس غائر إزاء جبل حماد، وبعد ذلك يتعاقب النمط نفسه أكثر من مرة، خليج نصف دائري كبير فآخر متطاول صغير، إلى أن ينتهي بآخر رأس غائر إزاء الحيز. وعلى امتداد هذا القطاع المعقد تخدد الأودية المتحدرة جنبات الحافة محددة مخارج ونقوب الواحة غربا، بينما تتكدس عند أقدامها ركامات الصخور المكسرة والمفتتة. لكن ابتداء من زائدة المثلث الجنوبي تستقيم الحافة لأول ولآخر مرة إلى أن تستدير لتتصل في أقصى نهايتها الجنوبية بالحافة الشرقية لتحكم إغلاق المنخفض تماما، إلا من نقب ضيق يؤدي إلى الفرصة. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد الذهبي مع تحيات طارق عبد. هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم حمام عبد المطلب. أعزائي المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان للعالم الدكتور جمال حمدان. إذا كانت واحاتنا الخمس أو الست المعروفة لا تمثل إلا نحو نصف عدد المنخفضات الهامة بالصحراء الغربية،
فإن هذا بالدقة هو ما يضع أيدينا على الفرق بين المنخفض والواحة، فكل الواحات منخفضات، ولكن ليست كل المنخفضات واحات، وإنما الواحة منخفض معمور مأهول مسكون، أما المنخفض فلأمر ما يظل بلا حياة وبلا عمران، ولذا يظل مجرد منخفض. الواحة باختصار منخفض حي، والمنخفض منخفض فحسب، منخفض ميت. شد ما تتفاوت الواحات بعد هذا في الأهمية والوزن، سواء تاريخيا أو مساحة أو سكانا، خاصة سكانا، حيث قد تتراوح بين بضعة أو عدة مئات وبين بضعة أو عدة آلاف. كذلك ولنجد سيوة مثلا واحة التاريخ الأسطوري، واحة آمون في القديم، بينما النطرون واحة الأديرة العتيقة. ثم هناك البحرية، الواح الصغير عند القدماء، أو واح البهنسة نسبة إلى مدينة رأس الطريق إلى الوادي، تقابلها الواحة الكبيرة أو الخارجة، كبراها مساحة وامتدادا. ومن الناحية الأخرى فإن الداخلة هي كبراها سكانا، وعلى النقيض منها الفرافرة فهي صغراها سكانا. هل نقول مع بعض الساخرين فرفور الواحات؟ شد ما تذبذب كذلك قدر الواحات وقدرها عبر التاريخ. والعصر الذهبي للواحات هو بلا شك العصر الفرعوني والروماني. راجع الآثار القديمة العديدة من معابد وهياكل وحصون، وهي منتشرة بكثرة في معظمها، ابتداء من معبد هيبيس وقبوات البجوات في الخرجة إلى معبد آمون جوبيتير في سيوة، فضلا عن شبكات الأقنية الرومانية الصناعية الواسعة الامتداد المحفورة تحت الأرض في بعضها كالبحرية إلى آخره. وفي أواخر الفرعونية أثناء فترات الفوضى والحروب في جنوب مصر، حين كان طريق التجارة والمواصلات مع السودان يغدو خطرا غير آمن كأيام الغزو الأشوري الذي أحرق طيبة، كان طريق الواحات وضرب الأربعين بديلا جاهزا لطريق الوادي. أما تحت البطالسة فيقال إن مساحة الأرض الزراعية في الواحات الخارجة وحدها بلغت 1,000,000 فدان، بينما تحولت الواحات عموما في عصر الشهداء تحت البيزنطية إلى ملجأ ومهجر لسكان الوادي هربا من الاضطهاد الديني. وكان هؤلاء اللاجئون هم الذين بنوا مدينة البدوات بكنائسها وصوامعها العديدة العجيبة في الخردة. والمقول بعد هذا عادة إن الواحات أهملت في الغرابة والدهشة في العصر العربي، عصر أبناء الصحراء، إلى أن تم الانهيار الكامل في العصر التركي، حين أصبحت الواحات معزولة مهملة كجزر المحيطات النائية. ومن الحقائق المثيرة أن الواحات في كل مراحل إهمالها منذ الفرعونية وحتى العصر الحديث تحت الإنجليز وحتى الأمس القريب، هذا وحده من علامات الإهمال والأفول، كانت تستخدم دائما كمنفى للخطرين على الأمن والخارجين على القانون إلى جانب المعتقلين السياسيين، أي كليمان صحراوي، كأنما الواحات هي سيبيريا مصر، حيث الصحراء نفسها هي العالم الآخر. ومن الثابت بعد هذا
أن عدد سكان الواحات كان أكبر مما هو عليه الآن بالقطع، خاصة في العصر الروماني حيث كانت تصدر القمح بوفرة. وكما تشير بقايا المشروعات العمرانية، الواحات البحرية وحدها كان سكانها في العصر الروماني نحو 100,000 في تقدير. ولئن صح هذا الرقم فلربما جمعت الواحات فيما بينها نحو 1,000,000. أما أكثر من ذلك فتلك التقديرات التي تذهب إلى 8,000,000 في الخرج والدخل وحدهما أيام الفرس واليونان والرومان، فتقع يقينا داخل دائرة المبالغة والخرافة غير العلمية. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم همام عبد المطلب مع تحية طارق عبد. هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهب. مستمعين الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان للعالم الدكتور جمال حمدان. إلى الجنوب في دائرة القصر تبرز ثلاث أو أربع كتل تلية كبيرة تعلو مستواها بنحو 130 مترا. هي من الشمال جبل ميصرة، ثم جبل منديشة، فجبل الهفوف أو الهفهوف الأول على محور جبل غرابي، الثاني يقع ويقطع في رقعة الأرض الزراعية بالواحة، وكلاهما قاتم اللون يغطيه غطاء من الدولريت. أما الثالث فأكبر تلال الواحة جميعا، ولكنه معقد التركيب، يتألف من تل ضيق طويل من الحجر الجيري يشبه الحافة في الجنوب، وكتلة سوداء من الدولريت في الشمال. هذه الجبال إذن هي اندساسات بركانية من الدولريت حدثت في الأوليغوسين، ظهرت في حالة جبل الهفوف على شكل أفق اندساسي في وسط صخوره الكريتاسية، مما يدل على أصل لاكوليثي، أي اندسقت كقبو أو كقبة جوفية صخرية. على جوانب المنخفض وقرب مقدم الحافة الغربية ينهض جبل الدست الذي يتكون من نفس حجر رملي، قاع المنخفض يكسوه غطاء من الحجر الجيري الأيوسيني، فهو بوضوح إذن نتوء مقتطع من الحافة نفسها وانفصل تماما عنها. على الجانب الآخر من القصر وعلى مسافة مقاربة يقوم جبل حماد، وهو بداية مجموعة تنتثر نحو الجنوب الغربي قرب أقدام الحافة وفي خلجانها العديدة، عددها نحو دسة أخرى على الأقل
من التلال التي لا تعرف لها أسماء محددة فيما يبدو، ومعظمها كتل متخلفة من التعرية من نفس طبقات قاع المنخفض، وبعضها نواتئ مقتطعة من الحافة المجاورة. وبالمثل ينقط الجانب الشرقي من المنخفض قرب الحافة أو بعيدا عنها عدد أقل من الكتل والتلال، ولكن بعضها من أحجام أكبر مثل جبل حرة في الشمال وكتلة ضخمة مترامية من الحجر الرملي في الجنوب حوالي عروب الحيز. عدا التلال فإن مما يميز البحرية أيضا قلة الرمال والكثبان داخلها أو حولها بصورة لافتة، ربما شكلها الحوضي المغلق هو الذي حماها. فهنا في الواقع ولكن بعيدا إلى الشرق بما فيه الكفاية يبدأ غرض أبو محريق على أن السكنة إذا كانت قد نجت من الرمل داخل الواحة فإن الحركة خارجها لم تفلت من قبضته، حيث تقطع الرمال بموقعها شرق الواحة طريق القوافل الرئيسي إلى وادي النيل، مما يفرض عليه لفة طويلة لتفاديها. المهم على أي حال أن نلاحظ هنا في ثنائي الفرفرة البحرية كما في ثنائي الخرجة الدخلة كيف تقل التكوينات الرملية في الواحة الشمالية بالقياس إلى الجنوبية. من الناحية الأخرى تكثر بالبحرية البرك كالعسيلة كبراها والمستنقعات والأراضي الملحية القشرية، ومن ثم تنتشر الملاريا بشدة، على أن الحياة النباتية تبدي غنى نسبيا محسوسا بل غير عادي بالقياس إلى سائر الواحات، يتمثل في انتشار الحشائش والأعشاب والشجيرات خاصة حول مناطق الآبار والعيون وفي مناطق المستنقعات. كذلك فإن الموارد المائية متوسطة الوفرة والجودة والعمق، عليها أقام الرومان نظاما جيدا اندثر الآن من الأقنية الجوفية والفجاجير والآبار الارتوازية المنحوتة أو المحفورة في الصخر. وكبرى عيون الواحة حاليا هي عين البشمو، رومانية أصلا ومشقوقة بين الصخور، ولها منبعان واحد ساخن والآخر بارد، تختلط مياههما في قناة طويلة إلى الحقول والحدائق. على هامش الحياة، بذلك التوسط الحيوي يتحدد العمران أيضا، فليس ثمة إلا أربع قرى هامة متقاربة التوزيع نوعا، وتتجمع كلها بالشمال الأقصى في زوجين، البويطي وهي العاصمة والقصر ثم زوبو ومنديشة، وثمة بعيدا في الجنوب قرية الحيز محطة على الطريق إلى الفرفرة. الرقع الزراعية حول القرى محدودة والإنتاج قليل، لكن تجود معظم الفواكه جودة فائقة، كما أن إمكانيات الاستصلاح والتوسع كبيرة. وكان مجموع السكان حوالي عام 1950 نحو 7000 نسمة، وهو الآن من 20 إلى 30 ألفا. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد الذهبي مع تحيات طارق عبد. تتألف من نطاقي الحجر الطباشيري الكريتاسي
والحجر الجيري الأيوسيني معا، لذا تمتد امتدادا شاسعا من عروض فنية قنا إلى عروض رأس الدلتا تقريبا، محققة شكل مربع منتظم إلى حد ما، يحتل قلب الصحراء الغربية ويخرج منه لسانان، واحد عريض في الجنوب الشرقي غرب النوبة، والثاني يحدده خط كونتور 200 متر ويندفع كالقاطع نحو الشمال الشرقي، وهو أبعد امتدادا ويبدو أكثر عرضا، ولكنه يضيق بالتدريج حتى ينتهي كالمثلث المسحوب قرب رأس الدلتا. متوسط ارتفاع الهضبة 200 إلى 300 متر، لكنها تتفاوت حوله كثيرا محليا وإقليميا، والانحدار العام إلى الشمال بالطبع، لكن بروز اللسان القاطع وسطها يعقد الانحدار نسبيا، فهو يكاد يشطر جسم الهضبة إلى قطاعين أقل ارتفاعا، أحدهما في الشرق ينحدر تدريجيا إلى وادي النيل، والثاني غربا نحو الحدود ويحمل أساسا بحر الرمال العظيم حتى منخفض القطارة. والواقع أن هذا القاطع يبدو كطية محدبة شاسعة الامتداد تعلو وسط الهضبة، وتتفق في جزء كبير منها مع محدب البحرية أبو رواش الشهير، والمحدب يمكن بسهولة أن يعد بمثابة الظهرة الواضحة لشمال الصحراء الغربية، شيء أقل من عمود فقري وأكثر من مجرد خط تضاريسي موجب. بهذا كله فإن الهضبة ككل مثلما هي أحدث عمرا وأكثر تنوعا في بنيتها، فإنها أكثر تدرسا في سطحها، كما تحمل معظم تكوين الصحراء الغربية الرملية سواء من بحار أو خطوط رمال، مما يزيد مورفولوجيتها وملامحها تنوعا بدرجة أو بأخرى. وبينما تتركز التكوينات الرملية أكثر ما تتركز في القطاع الغربي من الهضبة، تتركز مظاهر التعرية السطحية من أودية وتلال في حافتها الشرقية تجاه وادي النيل. وأخيرا فلعل الهضبة الوسطى بموقعها الداخلي وامتدادها الشاسع هي أجف أجزاء الصحراء الغربية وأفقرها في موارد المياه، فلنحو 800 كيلو متر طولا و300 كيلو متر عرضا جنوب سيوة وغرب الفرافرة لا توجد نقطة ماء واحدة، إذ تختفي الآبار والينابيع تماما. تفصيلا يمكننا أن نركز على القطاع الشرقي من الهضبة بصفة عامة، ثم بصفة خاصة على ركنيه الجنوبي في قطاع نجع حمادي سوهاج، والشمالي في قطاع أبو رواش. ففي انحدارها نحو النيل تتدرج الهضبة في عدد من سطوح التعرية التي تشي بمراحل متعددة من دورات التعرية في ظل ظروف مناخية مختلفة، وتبدو بقايا هذه السطوح على شكل حافات عديدة تمتد أحيانا لمسافات كبيرة، وتقع على مستويات متتابعة تبدأ من سقف الهضبة العالي وتنتهي بالصحراء الواطئة غرب وادي النيل، وعادة ما يبلغ فارق الكونتور بينها عدة عشرات من الأمتار. على الكل تنتشر آثار التعرية الانتخابية في محيط الجير، حقول البطيخ الصخري، الخرافيش، الكهوف إلى آخره، مما يضاعف من تضاريس السطح الثانوية. الركن الجنوبي الشرقي. ثم أخيرا تنتهي أقدام الهضبة غرب الوادي بعدد من الخلجان أو التخلجات الأرضية، عادة تقترب فيها من حدود الزراعة برؤوس بارزة مدببة، ثم تبتعد عنها في أقواس نصف دائرية أو متعرجة. من هذه الخلجان
في قطاع نجع حمادي سوهاج خليجة ثمهود وجرجة، وأجزاء كبيرة منهما يغطيها حطام الرواسب البليوسينية النيلية، بينما تتوسطهما تدفقات من الترافرتين والتوفة تبدو كخطوط من الحافات القاتمة اللون، انبثقت أصلا خلال الانكسارات والفوالق التي تصدع أقدام الهضبة بموازاة الوادي. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم فايد فهيد مع تحيات قارئة هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم فايق فهيم. سيداتي وسادتي، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان للعالم الدكتور جمال حمدان. شكل الواحات البحرية أشبه بالبيضاوي، أضيفت إليه زائدتان ضيقتان مسحوبتان في أقصى طرفيه شمالا وجنوبا، بحيث يقترب نوعا من شكل العدسة أو العين أو المغزل اليدوي، والكل على محور قاطع شمالي شرقي وجنوبي غربي، والزائدة الشمالية محدودة الرقعة، طولها 8 كيلومترات فقط، أما الجنوبية فأكبر بكثير، شكلها مثلث طويل مسحوب طوله 37 كيلومترا. بهذا الشكل يتفاوت عرض المنخفض على عروضه المختلفة، فالزائدة الشمالية لا تعد 5 كيلومترات اتساعا، بينما ينفتح المنخفض إلى 28 كيلومترا على عروض قصر الفرافرة، مقابل 35 كيلومترا في آخر جسم البيضاوي في الجنوب، تضيق بسرعة إلى 15 كيلومترا عند بداية مثلث الزائدة الجنوبية، إلى أن تنتهي في أقصى طرفها الجنوبي بما لا يزيد على 4 كيلومترات. أما أقصى عرض المنخفض فنحو 42 كيلومترا، وأقصى طوله نحو 94 كيلومترا. مساحة المنخفض حوالي 1800 كيلومتر مربع، أي مثل منخفض الفيوم تقريبا. من ثم كانت البحرية صغرى واحات الصحراء الغربية، الواح الصغير. متوسط منسوب المنخفض تحت مستوى سطح الهضبة المحيط يبلغ حوالي 100 متر إلا قليلا. أبرز خصائصه وبها ينفرد بين كل منخفضات الصحراء هي تلك الحافة الحلقية التي تطوقه وتغلقه من جميع الجهات، والتي تشير ببلاغة إلى أصله الجيولوجي. ارتفاعها يتراوح بين 175 إلى 200 متر فوق قاع المنخفض، وإليه ينحدر بشدة. وقد كشفت التعرية في قطاعات كثيرة منها عن مقاطع رأسية يظهر فيها تتابع الطبقات الجيولوجية ابتداء من الخراسان النوبي حتى الحجر الجيري الأيوسيني. في التاريخ الجيولوجي، جيولوجيا
تتكون أرضية قاع المنخفض من أساس من الحجر الرملي الكريتاسي الذي يتألف من عدة طبقات أسفل بعضها البعض، يزداد عمرها قدما عن الكريتاسي كلما زاد عمقها، ويصل مجموع سمكها إلى أبعاد عظيمة حيث وصل الحفر إلى صخور المركب القاعدي على عمق يزيد على 1800 متر تحت سطح الواحة. طبقات الحجر الرملي هذه تظهر مكشوفة في بعض مقاطع حواف المنخفض، كما تكون الجسم الأساسي لمعظم التلال المنتشرة في قلبه، لكن تعلو بعضها في الحالتين التكوينات اللاحقة. فعلى جوانب المنخفض الجنوبية تعلوها طبقات من الحجر الجيري المتبلور، تكسوها بدورها طبقات من الحجر الجيري الطباشيري. أما على جوانبه الشمالية فيكسو الحجر الجيري الأيوسيني طبقة الحجر الرملي الكريتاسي الأساسية مباشرة، ويضاف إلى الجميع أخيرا بعض اندفاعات من الصخور البلوتونية الحديثة تظهر على شكل كتل تلية في بعض المناطق خاصة في الشمال. من حيث التاريخ والتركيب الجيولوجي، واضح أن البحرية التي تقع على جبهة التحام الرصيف الثابت والرصيف غير الثابت تعرضت لكثير من التعقيد والتشويه، فالمنخفض يمثل التواء محدبا بعيد المدى والأبعاد. محور هذا المحدب يجري نحو الجنوب الغربي ابتداء من جبل غرابي في الشمال مرورا بالتلال الوسطى حتى نهاية المنخفض الجنوبية، مستمرا فيما يبدو ليشمل الفرافرة. ويبلغ ميل الطبقات في الشمال 60 درجة ثم يقل في الجنوب، الأمر الذي يدل على أن مركز الطي كان في الشمال. وهناك أيضا عدة تراكيب التوائية محدبة لطول الحافة الشرقية للمنخفض يصل ميل الطبقات بها أحيانا إلى 50 درجة، ويفصلها عن المحدب الرئيسي مقعر كبير الأبعاد. وخلال التاريخ الجيولوجي المعقد الذي تحول به التركيب من التواء محدب إلى منخفض مجوف سواء بالعوامل الباطنية أو الهوائية منفردة أو مجتمعة، أدى الضغوط الشد ثم انفراجها إلى حدوث انكسارات عديدة تتعامد على امتداد محور التركيب ضاربة نحو شرق الجنوب الشرقي. أهم هذه واحد يخترق الواحة عبر جبل الهفوف، وآخر في فتحة المنخفض الشمالية عند نقب غرابي، كما أن الحافة الشرقية للمنخفض محددة بانكسار. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم فهيم مع تحيات طارق عبد. هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهب. مستمعينا الأعزاء،
وما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، للعالم الدكتور جمال حمدان. خط المنخفضات. فإذا ما بدأنا من الجنوب فإن خط المنخفضات الذي يفصل الهضبة الشمالية عن الوسطى خط ثلاثي يشمل سيوة، القطارة، النطرون. الأولى على عروض نهاية القطارة الجنوبية، والأخير على عروض نهايته الشمالية، وثلاثتهما تقع مباشرة في ظل الحافة الجنوبية للهضبة الشمالية ككل، وهي الحافة نفسها التي تمثل الحافة الشمالية لهذه المنخفضات، والتي تنحدر إليها انحدارا شديدا إن لم يكن عنيفا أحيانا. غير أنه إذا عدت سيوة امتدادا بشكل ما للقطارة فليس صحيحا قط أن النطرون امتداد آخر، فبينما لا يعد البرزخ الأرضي الفاصل بين الأوليين 20 كيلومترا لا يقل الفاصل الأرضي بين الأخيرين عن 100 كيلومتر. والواقع أن قطاع سيوة القطارة مركز أرخبيل كثيف من الواحات والمنخفضات الصغرى المنفصلة التي تترامى من أقصى الغرب في الجنوب حتى أقصى الشرق جنوبا وجنوب شرق القطارة نفسه. وفي هذا الأرخبيل تؤلف سيوة والقطارة ثنائيا يتشابه من وجوه كثيرة رغم اختلافه في وجوه أخرى عديدة، ويذكر في بعض منها بثنائي الخرجة الدخلة في أقصى الجانب الآخر من الصحراء. ورغم اختلاف المساحة الشديد وكثير من النواحي الأخرى تشترك المنخفضات الثلاثة في 4 خصائص متميزة إن لم نقل متبلورة، فكل مساحاتها جميعا تحت مستوى سطح البحر أولا، وقيعانها جميعا تمتاز بظاهرة البحيرات أو السبخات التي تستمد مياهها غالبا من طبقة الخراسان النوبي، وجميعها يستطيل أكثر على المحور العرضي، وكلها أخيرا تبدو من الناحية الجيولوجية أحدث نشأة نسبيا من معظم منخفضات الصحراء الجنوبية. سيوة. سيوة والاسم تحريف عن سيوخ أحد آلهة المعابد المحلية القديمة، نصف منخفض أكثر منها منخفضا واحدا تاما، نصفه الآخر هو واحة الجغبوب عبر الحدود، فهما معا يشتركان في حوض واحد مغلق عرضي المحور. بهذا فإن سيوة ابتداء مفتوحة غربا على الجغبوب، والمنخفض السيوي يقع معظمه تحت مستوى سطح البحر، أعمق نقطة فيه 17 مترا، مساحته بالتقريب حوالي 1000 كيلومتر مربع، طوله نحو 75 كيلومترا، وعرضه في المتوسط زهاء 15 كيلومترا، لكنه يضيق في الغرب إلى أقل من النصف، بينما يزداد اتساعا في الشرق إلى أكثر من الضعف، حيث يتوغل منه نحو الشمال خليج أرضي دائري فسيح. والغريب أن شكل المنخفض العام مع فارق الحجم الهائل يشبه إلى حد ما شكل منخفض القطارة مقلوبا أو معوجا، فإذا حرفت الخريطة بحيث يكون الغرب في الشمال لبدت حدود المنخفض السيوي الجنوبية المنتظمة أشبه بقوس حدود منخفض القطارة الشمالي، بينما يبدو جسمه كبوق أو كقرن على هيئة القطارة. طبوغرافية المنخفض. تشرف على المنخفض من الشمال
حافة عالية حادة الانحدار، تخططها وتخددها الأودية والمسايل الطولية العديدة التي قطعتها بشدة الممرات والنقوب، كما اقتطعت منها التلال المنفصلة والقارات الناتئة. هي إذن حافة تعرية بوضوح تام، وهذه الحافة هي بعينها نهاية، جزء من نهاية الهضبة الشمالية، وهي التي ستستمر شمال القطارة. ولكنها هنا تتعرج كثيرا اقترابا وابتعادا حول محورها العرضي العام، وفي أقصى الشرق بصفة خاصة تتوغل جنوبا كخليج أو كبرزخ أرضي مرتفع هو الذي يفصل بقدر ما يصل بين سيوة والقطارة. وهذا ما يجعل المنخفض السيوي مفتوحا تقريبا على الشرق أيضا. أما جنوبا فلا تكاد توجد حافة بمعنى الكلمة، إذ تدفن تحت بداية بحر الرمال العظيم. هذا الجانب إذن أقرب إلى الإرساب. وثمة بعض الواحات الصغرى تبدو كالتوابع مبعثرة حول المنخفض الأساسي في الجنوب والغرب، كمنطقة انتقال إلى منخفض الجغبوب. وبهذا كله يبدو المنخفض في جملته كممر شريطي مفتوح بالعرض، محصور بين حافة الشمال ورمال الجنوب. وفي هذا فإنه يشبه إلى حد ما منخفض الدخلة في أقصى الجنوب من الصحراء. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد الذهبي مع تحيات طارق عبد. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم دكتور عبد المنعم سعد. مستمعين الأعزاء، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان للعالم الدكتور جمال حمدان. سادسا، واستطرادا من نمط السكان كما تحكمه الفروق الطبيعية إلى حجم السكان العام نفسه، ثمة ظاهرة لافتة في المقارنة تستحق التوقف والتحليل. فرغم أن الصحراء الشرقية أمطر نسبيا وعلى العموم من الصحراء الغربية، فإنها أقل سكانا بكثير وبأكثر حتى مما يتناسب مع المساحة أو مما يمكن أن يفسره هذا العامل. حتى في أضعف حالاتها كانت الصحراء الغربية أضعاف الصحراء الشرقية سكانا، بل إن سيناء على صغر مساحتها النسبية، ولكن لا شك لأنها الأغزر مطرا تتفوق هي الأخرى على الصحراء الشرقية وبشدة أيضا، فهي لم تقل قط عن ضعفها سكانا. وفي النتيجة، وكما يوضح هذا الجدول الذي يعطي النسب المئوية لوحدات الصحراء الثلاث
من مجموع سكان صحارى مصر ككل، نجد الأوزان البشرية للصحراوات الثلاث تتبع هذا الترتيب بإلحاح وصرامة. الصحراء الغربية أولا وخارج كل منافسة، فسيناء ثانيا، ثم الصحراء الشرقية في المؤخرة دائما. غير أن من الواضح أيضا أن هناك تطورات حاسمة في الأوزان النسبية للوحدات الثلاث، فرغم أن الجميع يتزايد فعليا، فإن هناك فروقا محسوسة في معدلات هذا التزايد تنعكس على أحجامها النهائية. فالصحراء الغربية نسبتها في تناقص مضطرد سريع، بعكس سيناء التي هي أشد الجميع تزايدا وأكثرهم كسبا، في حين تزحف الصحراء الشرقية إلى الأمام قليلا وبصعوبة وبطء. وبهذا فإن الأخيرتين تكسبان على حساب الصحراء الغربية التي تعد من ثم الخاسرة الوحيدة والكبرى، وإن ظلت بالطبع في الصدارة. فبعد أن كانت الصحراء الغربية تحتكر نحو 3/4 سكان صحارينا مجتمعة، هبطت حصتها أخيرا إلى النصف تقريبا. النقيض المقابل هو الصحراء الشرقية التي بدأت أقل من 10 سكان صحارينا ولم تنتهي أكثر من ذلك إلا بالكاد. وبين النقيضين تلفت سيناء النظر بشدة إلى قفزتها الحديثة في خطوات متلاحقة. فبعد أن كانت ضعف الصحراء الشرقية فقط وأضعف شيء عن أن تقارن بالصحراء الغربية، أصبحت اليوم 3 أمثال الأولى ومنافسا خطيرا للثانية لا يقل عنها إلا بضع وحدات. سابعا، كل أو معظم هذه الاختلافات الطبيعية والبشرية بين الصحراوين ترجع أساسا وفي التحليل الأخير إلى انفراد الصحراء الشرقية وسيناء بوجود الجبال القديمة العالية فيها، فهي بارتفاعها ثم ما يترتب عليه من أمطار أساس وجود الأودية بها، سواء ذلك بأصولها البليستوسينية أو بسيولها الحالية. والواقع أن النصف الغربي من الصحراء الشرقية كان من الممكن أن لا يختلف كثيرا عن الصحراء الغربية لولا ذلك، لا سيما مع تشابه التكوين الجيولوجي القاعدي، أي أنه لولا جبال البحر الأحمر لما اختلفت الصحراء الشرقية عن الغربية كثيرا، ولربما كانت حافتها أشبه شيء بشريط مربوط كبيئة طبيعية بيوتية. ومن الناحية الأخرى فإن هذا يعني ويؤكد الوحدة الأساسية بين صحارى مصر رغم الاختلافات، فثنائية الصحراوين هي فارق في الدرجة أكثر منه في النوع، والاختلاف إنما يأتي في المرتبة الثانية بعد التشابه. ثامنا، وفي المحصلة نجد أنه بينما تختلف الصحراء الشرقية وسيناء اختلافا كبيرا عن الصحراء الغربية، لا تكاد الأوليان تختلفان عن بعضهما البعض كثيرا جدا، حتى لا تعد أخراهما امتدادا أو استمرارا لأولاهما إلى حد أو آخر. ومع ذلك فالمفارقة هي لا شك أن أعقد منطقة جيولوجية في مصر ليست في جبال البحر الأحمر، وإنما في كتلة جبل سيناء، وأن أعلى قمم مصر ليست في الأولى ولكن في الثانية، كما أن أطول وأكبر واد صحراوي في مصر ليس في الصحراء الشرقية بل في صحراء سيناء. قد يكون وادي العلاقي أطول مجرى وأكبر حوضا من وادي العريش، إلا أن جزءا منه خارج حدود مصر، كما أنه أقل تشعبا. على أن سيناء في سهلها الشمالي بكثبانه وقطعانه ورعيه وزراعته الجافة تأخذ أيضا شيئا من طبيعة الصحراء الغربية في سهلها الساحلي الشمالي، وذلك إلى جانب تشابهها الأساسي والأكبر مع الصحراء الشرقية. من هنا تخرج سيناء
وهي عقدة بين صحارين تجمع بين معظم خصائصها جميعا بدرجات متفاوتة، مثلما هي عقدة بين قارتين بالموقع. ومع ذلك وعلى الجملة تظل سيناء ككل أقرب بلا جدال إلى الصحراء الشرقية منها إلى الغربية، بل لعلها في النهاية أشد اختلافا عن الصحراء الغربية من اختلاف الصحراء الشرقية عن الغربية. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم دكتور عبد المنعم سعد، مع تحيات طارق عبد. هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم فايق فهيم. سيداتي وسادتي، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان للعالم الدكتور جمال حمدان. في المنطقة الجنوبية التي ترتفع صاعدا بالتدريج نحو الجنوب، فإن أبرز معالم المنخفض كتلة هضبية مستطيلة تندفع من الجنوب الغربي لتستقر في هذا الركن منه على نفس محور المنخفض العام. تلك هي هضبة القس أبو سعيد المشهورة، شكلها أشبه بالإبهام ويكاد يذكر بقطر في الخليج العربي. تخرج كشبه جزيرة توبوغرافية من جسم الهضبة المحيطة على نفس ارتفاعه العام، لتشطر المنخفض محليا مجنبة على هامشه فصا أصغر أو حوضا ثانويا شبه مغلق يعرف بمنخفض الدالة، ويغطيه في معظمه لسان من بحر الرمال العظيم الملاصق مباشرة إلى الغرب. وبينما تسيطر هضبة القس أبو سعيد على الجانب الغربي من منخفض الفرافرة، يسود في الجنوب الشرقي بحر محلي من الرمال، لعله أكبر البحيرات المقطعة من بحر الرمال العظيم، إذ يكاد يحتل نصف مساحة المنخفض ممتدا لنحو 150 كيلو مترا، أي بكل طوله تقريبا ومتجاوزا إياه جنوبا، وذلك بعرض نحو 50 كيلو مترا لا تتناقص إلا خارجه. وإذا كانت كتلة القس تتبع محور الضلع الغربي لمثلث المنخفض، فإن بحر الرمال إذ يتمحور بمحور الرياح السائدة يوازي هنا ضلعه الشرقي نصا. بشريا، رغم مساحتها الهائلة، الفرافرة تقليديا أفقر الواحات ماء وأفقرها سكانا، تأتي فقط قبل القطارة، أعني تكاد تكون غير معمورة، وهذا مما يؤسف له حقا، لأن الواحة تمتاز بخلوها من المستنقعات وبالتالي من الملاريا أيضا، فالفرافرة هي واحة الحلة الواحدة، فليس بها إلا قرية واحدة هي قصر الفرافرة. تكاد تتوسط المنخفضة في البرزخ الضيق بين كتلة القس من الغرب
وبحر الرمل من الشرق، وهي تعيش على مجموعة من الآبار تتحلق حولها، عددها نحو 20، ولكن تصرف أغلبها لا يزيد على البوصة. من ثم لا تزيد المساحة المزروعة عن 200 فدان مقابل 90,000 صالحة على الأقل. من ثم لا يزيد عدد السكان عن 1,000 نسمة. تذكر سخرية فرفور الواحات. لكل هذا كانت الفرافرة أقل الواحات قيمة، والواقع أنها لا تعدو طبيعيا أن تكون مجرد حوض رملي شاسع وبشريا شبه منخفض قطار آخر. حتى من حيث الطرق الصحراوية كان دورها محدودا، من ناحية لقلة السكان، ومن ناحية أخرى لأنها بحكم الموقع مجرد خطوة على طريق الواحات العام، ولهذا كانت الطرق المؤدية إليها قليلة، جنوبا من الداخلة، شمالا إلى البحرية، شمالا غربا إلى سيوة، مرورا بالدالة، مع طريق ثانوي غربا إلى ليبيا، لكن دون طريق شرقا إلى النيل، ولعلها بذلك الوحيدة التي لم تكن تتصل مباشرة بالوادي، لكن هذا كان يبدو أنها محكوم عليها مستقبلا لأن تسقط بين مقعدين، ما بين زحف التعمير على واحات الجنوب من جهة وواحات الشمال من الجهة الأخرى. غير أن اكتشاف أكبر خزان مياه جوفي وأكبر رقعة صالحة للزراعة بها أخيرا قد غير الموقف وصورة المستقبل جذريا وبصورة انقلابية. البحرية، الشكل والأبعاد. إلى حد ما تبدأ شمالا وغربا حيث تنتهي الفرافرة جنوبا وشرقا على الترتيب، واقعة بذلك في ركن التقاء خط طول 29 درجة في خط عرض 28 درجة. هذا يضعها بالتقريب على نقطة الثلث، الثلثين من المسافة بين كل من النيل والحدود الغربية بالعرض والحدود الجنوبية والبحر المتوسط بالطول. فبالعرض تبعد عن نيل المنيا 180 كيلومترا وعن الفيوم 160 كيلومترا، فهي إذن أقرب الواحات الجنوبية إلى الوادي وتقع منه على عروض المنيا، بينما تكاد تتفق بالضبط مع مثلث هضبة طور سيناء الجنوبي الأقصى، طرفها الجنوبي في حذاء رأس محمد وطرفها الشمالي في حذاء مدينة الطور. أما بالطول فهي تصطف بسهولة في خط واحد مع وسط الداخلة والمغرة والعلمين تقريبا. الشكل غير منتظم تماما، خاصة في جانبه الغربي المتعرج المعقد جغرافيا، ولكنه عموما إهليلجي أشبه بالبيضاوي، أضيفت إليه زائدتان ضيقتان مسحوبتان في أقصى طرفيه شمالا وجنوبا، بحيث يقترب نوعا من شكل العدسة أو العين أو المغزل البدوي في النهاية. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم فهيم مع تحيات طارق عبد. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت
وجدان مصر. يقرأها اليوم فايق فهيم. سيداتي وسادتي، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان للعالم الدكتور جمال حمدان. وبينما يبدو منخفض هكذا مفتوحا إلى الجنوب، فإن كلا ضلعي المثلث الشرقي والغربي محدد بكل وضوح بحافة عالية حادة الانحدار نحو المنخفض، متدرجة الانحدار إلى هضبة الصحراء التي تتناظر شرقا وغربا في ارتفاعها نحو 225 مترا فوق مستوى المنخفض في عروض قصر الفرافرة، كما تتناظر في استوائها وفي رتابة مظهرها العام. في الشمال عند رأس المثلث تتقارب هاتان الحافتان ثم تتوازيان حتى تكاد تلتقيان وتبدوان كحافة مزدوجة، حيث لا حافة مستقلة في الحقيقة، وإنما هي اجتماع حافتي الأجناب. ورغم أن هذه الحافة الشمالية المزدوجة أقل ارتفاعا من الحافتين الشرقية والغربية، فإنها شديدة التحدر كما هي شديدة التميز بلونها الأبيض الناصع الذي يبلغ درجة باهرة نادرة المثال. البنية جيولوجيا، الفرافرة تجويف محفور في طبقة من الطباشير الكريتاسي الأبيض تشكل أرضية أو قاع المنخفض. فوق هذه الطبقة وعلى ضلوع الحافتين الشرقية والغربية تتوالى الطبقات الأحدث والتي منها تتكون الحافتين ومنحدراتهما. فعلى الطباشير بقدر معين من عدم تناسق الطبقات تأتي أولا طبقة من الطفل الأخضر متساوية السمك تقريبا في الحافتين نحو 120 إلى 160 مترا في الشرقية و150 في الغربية عند هضبة القس أبو سعيد، يتخللها أفق رقيق من الحجر الجيري ويرجع تاريخها إلى الأيوسين على الأرجح. ثم أخيرا وعلى طبقة الطفل تأتي طبقة السطح من الحجر الجيري الأيوسيني. تركيبيا من الواضح أن الفرافرة قبة صغيرة، فالطبقات على كلتا الحافتين الشرقية والغربية خاصة في الشمال تميل بتدرج شديد نحو الشرق والغرب على الترتيب، وهناك ميل إقليمي للطبقات نحو الشمال. هذا التناظر التام بين الحافتين يشير إلى أن التركيب الذي حفر فيه المنخفض ولو أنه مديد هو تركيب قبابي أساسا كما يذهب الأكثرون. ويبدو أن المحور الرئيسي للتقبية أو التقبب الذي يمتد بطول الواحة البحرية في الشمال أيضا مستمر جنوبا في قلب منخفض الفرافرة حتى عروض عين مقفى على الأقل. ويشير وجود بعض من عدم التناسق في الطبقات إلى أن عملية رفع القبة حدثت في الباليوسين. التضاريس جغرافيا، يقع الجزء الأكبر من رقبة المنخفض تحت مستوى 100 متر فوق سطح البحر، حوالي 90 إلى 70 مترا غالبا مع انحدار تدريجي نحو الشمال استمرارا لانحدار سطح الهضبة المحيطة حوله. فبينما يقع قصر الفرافرة على منسوب 75 مترا تقريبا، تقع أخفض نقطة في الشمال حول عين الوادي على منسوب 25 مترا. وعلى هذا فإن أعمق نقطة بالمنخفض تعلو عن مستوى سطح البحر بما فيه الكفاية. السطح على العموم أقرب إلى الاستواء
أو المعقول منه إلى التدرس الواضح، وكما ينصف خط عرض 27 المنخفضة تقريبا بين الشمال والجنوب، فإنه كذلك يقسم الصفحة إلى منطقتين شمالية منبسطة تكاد تخلو من المعالم البارزة، وجنوبية أكثر تدرسا وتباينا بمرتفع هضبي في الغرب وبكثبان رملية في الشرق. فأما المنطقة الشمالية المسطحة التي تقع بالدقة شمال عروض بير الذكر فلا تتفاوت كثيرا في الارتفاع، منخفضة رتيبة باهتة التضاريس إلا من بضعة كلول منعزلة قمعية الشكل على جانبها الغربي، وتتكون هذه التلال من طبقة الطفو نفسها التي تظهر على منحدرات الحافة المقابلة، مما يدل على أنها بقايا متخلفة من عملية حفر المنخفض. فإلى الجنوب من قصر الفرافرة بنحو 12 كيلو مترا يقوم جبل الجنة المزدوج، الجنة القبلي والبحري، وإلى الشمال من القصر بنحو 20 كيلو مترا تقوم ثلاثة تلال أخرى لا أسماء لها. إن بساطة المنطقة الشمالية ورتابتها تذكر فيما عدا انخفاض السطح ببساطة ورتابة هضبة الصحراء المحيطة هنا شرقا وغربا، على أنها من الناحية الأخرى تشمل نقطة العمران الوحيدة في المنخفض بأسره، وهي قصر الفرافرة مع بعض عيون هامة حولها مثل بير الذكر في الجنوب وعين مقفة وعين الوادي في الشمال. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم فايز فهيم مع تحيات قارئة القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهب. مستمعين الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، للعالم الدكتور جمال حمدان. الإمكانيات الزراعية والاقتصادية لواحة سيوة وإن كانت محدودة النوع لا بأس بها، وبها يتحدد حجم السكان. فإلى جانب ثروة النخيل ببلحها السيوي الشهير نحو 180 ألف نخلة، هناك الزيتون الممتاز نحو 20 ألف شجرة مثمرة ينتج كل منها نحو 100 كيلوغرام سنويا، وتجعل من سيوة في واقع الأمر أكبر مزرعة للزيتون في مصر. غير أن المكابس والمعاصر بدائية متخلفة تحتاج إلى تجديد وتحديث تام. هناك أيضا النباتات الطبية والعطرية التي يمكن أن تطور إلى سلعة تصديرية مربحة جدا، ومجال الصناعات اليدوية والبيئية كمجال السياحة مفتوح بلا قيود، لا سيما حين يتحقق المشروع المخطط
لرصف الطريق الى مطروح حتى يكون شريانا للسيارات الى الساحل. وعلى الجملة فان سيوة اغنى واكبر نقطة منفردة في ابعد منطقة من الصحراء الغربية عن وادي النيل. العمران عدد السكان نحو 7500 نسمة فقط، فالكثافة ضئيلة للغاية بالنسبة الى المساحة والامكانيات، ومن المؤكد ان الواحة تتحمل اضعاف عدد السكان الحالي. ومن الناحية الاخرى يعد مستوى الدخل اعلى بالفعل من متوسط دخل الفرد في مصر عموما. ورغم هذا وذاك فان مشكلة نقص الايدي العاملة بارزة بالحاح، ومع ذلك ايضا فان هناك مؤخرا خروجا واحيا الى برقة وليبيا البترولية عموما، ويتوزع هؤلاء السكان بين مجموعة من القرى والحطايا تكرر عادة اسماء البحيرات او القارات المجاورة او العكس سيان. واهم هذه القرى هي مجموعة الواحات السبع: الاردي، الزيتون، المراقي، تجزرتي، اغرمي، امشندو، فهي الدين. ثم بعد هذا نمط معماري متميز يتكرر في واحات سيوة يعكس ايضا خامة البيئة مباشرة. فالمباني اساسا من القرشيف، وهو طين طفلي رملي صحراوي عالي الملوحة من عائلة النطرون. اما السقوف والابواب والشبابيك والاسوار والاثاث فمن جذوع وجريد النخيل. ولكن لكلا العنصرين مشكلته الايكولوجية الخطيرة، فالقرشيف على صلابته بعد الجفاف وعلى مزاياه كمادة عازلة للحرارة والبرودة وطاردة للحشرات والذباب، يذوب من املاحه تحت المطر النادر فتنهار المباني تماما، كما حدث عام 1930 وعام 1970. اما جذوع النخيل فمشكلتها التي تعاني منها سيوة بصفة خاصة هي النمل الابيض، فهذه الجذوع غنية بالسيلولوز غذاء النمل المفضل. وقد استشرت هذه الآفة الى حد الوباء البيئي الحقيقي، حيث اصابت الان كل منازل قرى الواحة تقريبا، حتى تهدم معظمها فهجرها اصحابها وبنوا مساكن جديدة بعيدة عنها. بل يعد النمل الابيض احد العوامل الرئيسية في تهدم مدينة سيوة القديمة التي هجرت تماما وانشئت المدينة الحالية بدلا منها. ولعل هذا ايضا سبب هجر بلدة شالي القديمة التي لا تعد اليوم كومة من الاطلال. سيوة العاصمة هي بسهولة كبرى تجمعات الواحة، وتعد نموذجا طيبا لها، فهي تكاد تتوسط المنخفض من الشرق الى الغرب، ولكنها تجنح الى حافته الجنوبية، تتوسط بضعة تلال وبحيرات مشهورة مثل جبل الموتى ثم جبل التكرور في الشرق واغرمي في الشمال، والاخير هو الذي يعلوه معبد امون الشهير. وتتكون سيوة من اثنتين: سيوة القديمة والجديدة. فسيوة القديمة تقع على ربوة عالية، مساكنها طبقة فوق طبقة قليلة الفتحات للغاية، تبدو ككتلة بناء واحدة مصمتة او كقلعة صماء بلا فتحات او ممرات، الا واحدا عليه بوابة كبيرة محكمة المتاريس يفضي الى شوارع بالغة الضيق تغلقها بوابات من جذوع النخيل. اما سيوة الجديدة المبنية من الطين فاكثر اتساعا وانفتاحا. القطارة ليس هذا اكبر منخفض في صحراء مصر فحسب، ولكنه اكبر منخفض من نوعه في العالم، وهو كذلك ليس قاع مصر وحدها فقط،
بل ايضا قاع افريقيا برمتها، باستثناء وحيد هو مصب نهر هواش في القرن الافريقي، وان كان هذا لا يقارن قط بالقطارة مساحة. وعلى العموم فانه ثالث اعمق او اخفض نقطة على اليابس في العالم اجمع بعد البحر الميت فمصب هواش. لكن المثير انه ليس منخفضا اخدوديا تكتونيا مثلهما، بل منخفض هوائي اساسا، ومن هذه الزاوية فانه يقينا اعمق منخفض من نوعه في العالم ايضا. غدا نستكمل القراءة في النص الاصلي. قرأه اليوم خالد الذهب مع تحيات طارق عبد الله.